بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد. النهاردة إن شاء الله معانا ثلاث عناصر ظراف جدا وتحبوهم جدا وهم جدعان جدا يعني صراحة. أول عنصر عندنا اسمه كود. العنصر بتاعنا ده عبارة عن كمبيوتر كود. لو أنت عندك كمبيوتر كود معين عايز تكتبه بلغة برمجة مثلا أو أي حاجة بتكتبه هنا. هتقولي أنا ممكن أستخدم الكلام ده فين؟ تعالوا مع بعض كده نشوف الصفحة بتاعتنا دي. ده عبارة عن درس لعمل حاجة معينة. هتلاحظوا ان الدرس ده فيه كود. الكود ده بيتكتبش كده زي ال HTML كده او شوية كلام كده بالشكل ده، لا، الكود ده بيتكتب بالشكل ده وليه سنتاكس والوان يعني مختلفة عن بعض وليه تنظيم، والمسافات اللي انت بتعملها بتتحفظ زي كده، بعكس لو احنا رحنا كتبنا في ال HTML وحطينا مسافات. فاكرين يا شباب في الدرس بتاع السنتاكس كان المسافات دي بيتم تجاهلها. هنا الموضوع خلينا نتكلم عنه شوية، بس احنا نعمل مثال عن الكود. هعمل مثال على اي كمبيوتر كود او اي بروجرامينج لانجويج كود زي جافا سكريبت مثلا، لتجربه بس الفكره مش اكتر. var x بيساوي 10 و var y بيساوي 20، وهقول له مثلا نجمعهم لي على بعض مثلا x زائد y. العادي بتاعنا خالص لو حبيت انت تشوف الكود بتاعك ده هتلاقيه جنب بعضه عادي جدا، هو ده الكمبيوتر كود. هتلاقوا دلوقتي الكود ملوش اي تنسيقات. بعد كده بقى انت تقدر تنسقه وتعمل فيه اللي انت عايزه. تعال نبص بصه كده هنا يعني لتوضيح الفكرة. هتلاقوا ان في كود اهو بيتعمل له بقى اي حاجة انت عايز تعملها وهكذا. طيب نيجي بقى للنقطة الاهم والعنصر الاهم اللي هو البري فورماتد تكست. البري فورماتد تكست العنصر بتاعنا النهاردة بيحافظ على الحاجات اللي انت بتعملها جواه، يعني لو حطيت مسافة لو حطيت اي حاجة بيحافظ عليها. حلو قوي، تعال نشوف يعني ايه بيحافظ عليها. هعمل باراجراف وهكتب فيه this is بعدين بي مثلا، طبعا بعديها نيو لاين وبعدين نيو لاين. زي ما انتم شايفين كده هنروح نشوف الكلام ده، هتلاقيه كله زي ما انت شايف زي ما اتفقنا في درس السنتاكس على نفس السطر. طيب لو جينا غيرنا الباراجراف ده لعنصر البري اللي هو البري فورماتد تكست، بصوا يا شباب ايه اللي حصل. البري فورماتد تكست بيحافظ على اللي انت بتعمله جواه، المسافات والكلام ده كله. حتى لو رحت انا عملت كده بالشكل ده رحت سيفت هتلاقوا ان الكلمه راحت قدام. يبقى البري فورماتد تكست بيتحط فيه كل حاجه بتظهر في ال HTML زي ما هي بالظبط. طب هل احنا بنستخدمه عشان العبط اللي انا عملته ده؟ اكيد لا، يعني مش كده، بنستخدمه عشان حاجه زي كده. الكود ده مثلا على سبيل المثال خلينا نسيب المثال ده ونحط بري كود جديد. الكود ده مثلا هتلاحظ الفرق بينه وبين اللي فوق انه اتظبط بالشكل اللي انت شايفه ده كده. ده بري فورماتد تكست بيحافظ على المسافات والنيو لاين والحاجات اللي انت شغال عليها كلها عشان الكود يظهر بالشكل اللي انت شفته هنا ده على سبيل المثال يعني. ده البري فورماتد. طبعا بيكون ليه تنسيقات، يعني في المستقبل برضه لما تتعلم السي اس اس هتظبطه، هتظبط الهوامش والباك جراوند بتاعته وكل حاجه في الدنيا. طيب نيجي لعنصر من العناصر العظيمة بس يعني مش هتستخدمها كتير لكنه مهم يعني في بعض التطبيقات او بعض الحاجات اللي في حياتك هتقابلها هتلاقي العنصر ده مهم جدا، وهو الاي فريم. من اسمه كده يا شباب اي فريم، تقدر عن طريقه تحط صفحة من موقعك كاملة تعمل لها لود في الصفحة اللي انت فيها دي. يعني ممكن يكون عندي بوكس صغير هنا كده يكون جواه صفحة من مكان تاني. الصفحة من مكان تاني دي ممكن تكون صفحة في جهازك انت وسامة.html يعني في المشروع بتاعك كده، وممكن يكون موقع انترنت كامل تحطه في الحتة دي. طيب تعال مع بعض كده نجرب موقع zero.org بالشكل ده، نروح نضيفه هنا في السورس ونروح نتفرج على الصفحة بتاعتنا. ادي الصفحة بتاعتنا يا شباب، هتلاقوا الجزء المربع بتاع الاي فريم في موقع الزيرو كله زي ما انتم شايفين كده. طبعا في نقطة مهمة جدا حابب اقولها لك. اول حاجة ان في مواقع بتمنع الاي فريم. الناس اتعلمت الكورس القديم كانت بتقول انا جربت جوجل ما نفعش. في مواقع بتمنع ان الاي فريم او ان انت تستدعيها في اي فريم، زي الفيسبوك مثلا وجوجل وزي W3 سكولز والمواقع دي. يعني ممكن يغيروا السياسة مش مشكلة، بس انا بحب افهمك بس ان في مواقع لو حبيت تحطها ممكن ما تقراش. طيب الاي فريم زي عناصر كتير ممكن تديله ويدث وهايت، يعني ممكن اقول له مثلا الويدث بيساوي 800 مثلا بيكسل على سبيل المثال، 800 بس مش محتاجين دي. ممكن نقول له الهايت بتاعه مثلا 400 بس. هنتعلم ان شاء الله البيكسلز والمقاسات بتاعه التصميم دي كلها لما تتعمقوا وتدخلوا في السي اس اس. ده الموقع بتاعنا يا شباب اهو.
حددت حجم البوكس بتاع الاي فريم واستدعيت الموقع جواه. طبعا ما تحاولش يعني تبني احلام ورديه وامال على الاي فريم ده، لانه استخدامه مش ظريف ومش دايما مفيد يعني. فحبيت بس اقولك في طرق اكتر تعمقا واجمل من ان انت يعني تستدعي الفريم كده، في طرق اجمل ان انت تجيب البيانات من موقع تاني وتعرضها هنا بالشكل ده عن طريق حاجه اسمها API، بس دي ليها قصه اخرى. يا رب يا جماعة الدرس يكون بسيط وسهل وعجبكم، أشوفكم إن شاء الله في درس جديد، والسلام عليكم.